السلام عليكم ورحمة الله الله. وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل رندر للقطة دي بس بالليل، فلو احنا جينا هنا في الوزر وخليناها بالليل كده، احنا كده مش شايفين حاجة خالص غير الراجل اللي واقف عمال يتكلم في الغرفة ديت. فعايزين نبدأ نزود الإنارة، ممكن نزودها واحنا بالليل أو بالنهار مفيش مشكلة. اهوت هنيجي هنا عند الأوبجكتس، وهبدأ أختار إن أنا عايز أضيف لايت، فبيبدأ يجيب لي عناصر كتيرة من اللايت. ممكن تيجي هنا دي الفيفوريت، لو في حاجة عجبتك بتعمل عليها علامة النجمة فتبدأ تظهر معاك. فمثلا لو انت عندك الإنارة دي وحابب ان انت تضيفها، ممكن تضيفها بالشكل دوت، واحدة كمان هنا، واحدة كمان هنا، وتقدر تقول له انا عايز اشوف الحاجات دي بالليل، هتلاقي في إنارة بالشكل دوت. ممكن تعمل الإنارة من ناحيتين، تيجي هنا في الأوبجكت هتلاقي أنواع كتيرة من الإنارة. في مثلا ممكن تستخدم اريا لايت ينور لك الاريا كلها، ممكن حاجة مثلا كده لو حطيت هنا تنور، ممكن تحط مثلا هنا بالشكل دوت، وتحط واحدة فوق برضو كده حسب الإنارة اللي انت عايزها. وممكن حتى تحط في حمام السباحة، تمام؟ يعني ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز احط لايت من دي النوع دوت اهي هنا، وبعد ما تحطه ممكن تعمل له روتيت بالشكل دوت. ولو عايز تنسخ العنصر دوت ممكن تعمل عليه سيلكت، سوري، ممكن تعمل عليه سيلكت وتقول له الت، وتبدأ تسحب العنصر دوت هنا، يبقى عندك العنصر اهوت. ممكن تسحب برضه تاني هنا وهكذا، بحيث ان احنا ننور حمام السباحة. ممكن اي واحد فيهم مثلا حاسس ان انت عايز تغير الزاوية بتاعته، تعمل عليه سيلكت وتختار روتيت بالشكل دوت، وتقدر تعدل في اي واحدة فيهم بالشكل دوت. لو انت عايز ينور فوق تقدر برضه تحط نوع من الإنارة هنا، مثلا حاجة عايزة تنور فوق، مثلا لو انت عايز تنور هنا مثلا ممكن تقول له انا عايز اضيف إنارة وتختار مثلا نوع من الإنارة ديت. بالشكل دوت، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل لها روتيت، تخليها مثلا تضرب فوق في الجنب زي ما انت عايز، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز من الخصائص اللي موجودة هنا بالشكل اللي انت عايزه. تقدر تغير نوع اللون الإنارة فتخليها مثلا اخضر او ازرق زي ما انت عايز. ممكن تعمل نايت اكتيفيشن اون واوف، تتحكم فيها الشادو عايز درجة بتاعته هاي دايناميك زي ما انت عايز. ممكن لو انت في اي نوع من انواع الانارة مش عايزه بتعمل عليه سيلكت وتقول له ديليت بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت على عنصر مثلا تاني وتعمل له ديليت هو كمان. ممكن تعمل سيلكت مثلا على عنصر مثلا زي دوت وتقول له انا عايز اعمله موف فوق وتحت، بحيث ان ما يحصلش بالغلط ان اتحرك في يمين او شمال، لا تبقى فوق وتحت، او مش عايز فوق وتحت عايز يمين وشمال، فتختار الموف بالشكل دوت وتبدأ تحركه زي ما انت عايز. ونقدر نتحكم في الويتس بتاعه بالشكل دوت، نقدر نتحكم في اللينس بتاعه، في الفول اوف بالشكل ده.